خلينا ناخد سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي اسمعيني حضرتك اسمعيني من سيادة الشيخ؟ التليفون ووطي التلفزيون يا ستي سلوى، الله يرضيكي. طيب تمام حاضر. كنت بس أنا عندي بنتي دكتورة والحمد لله حافظة حوالي 15 جزء من القرآن وبتصلي الحمد لله، بس لما بتيجي تنام بتشوف حاجات، تقول يا ماما بحس إن في حاجة في الأوضة، حاجة ماشية كده في الأوضة، لدرجة إن كانت تيجي تنام مثلا جنبي على السرير، قعدت قريت قرآن وكده، أنا فعلا حسيت إن في حاجة خارجة من عندي من الأوضة. طيب فأنا مش عارفة يعني، وهي الحمد لله يعني مع ربنا إلى أقصى درجة والحمد لله، فإيه الحل يا فضيلة حاضر، الشيخ؟ كم عمرها يا فندم؟ حتى ده موقف يعني جوازها يعني كتير قوي، أرسال بلاش كتير. بلاش نخش في حتة شرعية، لا لا مفيش طيب حد ماشي يوقف يا جواز. فندم، شكرا ماشي. شكرا يا ست سلوى. وبقول لأختنا سلوى، عايز بنت حضرتك تنام على وضوء، تحافظ على الصلوات في مواعيدها، قبيل النوم تقرأ آية الكرسي 7 مرات على كوب ماء، وآخر آيتين من سورة البقرة والفتحة 7 مرات، آخر آيتين 3 مرات من سورة البقرة، آية الكرسي 7 مرات والفتحة 7 مرات على كوباية مية، 7 أيام متتالية تحافظ على هذا الكلام، سترى خيرا إن شاء الله، ولن ترى شيئا فيه أذى أو فيه شر إن شاء الله، ويصرف عنها أي شيء يؤذيها، وهذا ببركة القرآن. لكن خليني أقول لك إن الزواج رزق، وما بيد الله سبحانه وتعالى لا يعطله أحد ولا يمنعه أحد. وحطوا نص بعينكم، الكلام اللي قلت لكم في أول حلقة وإحنا بنتكلم عن الجن وعن السحر وعن الأعمال وعن كل الكلام ده، قلت لكم آية كبيرة قوي في سورة البقرة اللي هي أولها واتبعوا ما تتلو الشياطين، وقلت لكم كده ربنا بيقول كده فيها: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يبقى هنا ده الضابط، ده اللي يخلينا نتكلم ونفكر قبل ما نتكلم، علشان نقول الجن مانع الزواج، ولا الشيطان مانع الرزق، ولا العمل مانع الرزق، لا خالص أبدا. يجوز ان انا اقول الحسد قال لي الرزق، يجوز. الحسد خلاني ما راجعش قرآن كويس، الحسد خلى نفسي بخيلة، ليه؟ لأن هذه الأمور ورد فيها نص من سيدنا الرسول بأنها يقع فيها الحسد. يقع الحسد لقارئ القرآن ولطالب العلم ولمنفق المال، هذه الأمور هي التي يقع فيها الحسد.